متوقعه اشتري بيت من هلا لكم سنه؟ بعد قديش؟ 20 ما بعرف. ليه هالسؤال؟ انا بقول 5 سنين هيك دائما بحلم. يعني بتوقع من هلا لسنتين اشتري بيت، يعني اختي بدها تشتري بيت بدنا نشتري سوا. ممكن شي 3 سنين. ايه انا بابا شاري لي بيت. سؤال صعب. ما بتوقع اشتري بيت من هلا لعشر سنين. ما بتصور قبل شي 10 سنين. بس انا ممكن بلش فكر فيه من هلا سنتين او 3 سنين. لانه مع الوضع بلبنان كثير صعب واحد يجي يشتري بيت خاصة هون. خلص قلبا جاكر شو سنكو. لانه هلا عم بيقولوا انه بده يغلى الاراضي ببيروت، لانه سوري دير بقى تغلى، فبقى تغلى الاراضي، اكيد زغلوا الاراضي يعني اكلناها. انا مش عايشتي بيت. ليش؟ استاجر. ليش؟ انا ما بدي اعيش مع عائله هيك. انه بدي اعيش لحالي فبضل مستاجر اوفر. ماكسيموم 12 او 14 دولار باغون. فبس انه اي بو بروندر دي لون من البنك. اوكي. نعم اكيد مون بير فان دوزيدي. شوف حسب اسعار العقارات اذا بدها تطلع هيك مجنون، اذا بدها تثبت شي محل حسب الاوضاع الاقتصاديه، ما في يعطيك جواب معين. العقارات بلبنان عم بتفرق بين نهار والتاني، صارت بورصه. بكون نهار متر العماره ب 1000 دولار، تاني نهار بنفس الشقه بنفس المواصفات بتكون ب 1200 دولار. لان الاراضي عم تغلى ومعاشات ما بقى فيه. ما عندها معيار معين ماشي عليه. يعني ايه هلا كل سنة عم بيصير في غلا معيشة، بس هالغلا مش عم يلحق الا السلع اللي بدنا نشتريها، يعني ما عم بيزيدوا المعاشات، بعد المعاشات هاي الزودة اللي عملوها من شي سنة ما بعرف قد ايه 200,000 وما فادت بشي، لأنه غلت هي وغلوا السلع قد عمر تاني. ما في تجاوب على هيك سؤال يعني.